ما أهمية القراءة في دعم القضية الفلسطينية؟ طبعا القراءة تقوم الشعوب على الثقافة، ثانيا تبني أساس جيد لهم. بنفس الوقت القضية الفلسطينية تحتاج إلى قراءة تثقيف من قبل الجيل الجديد من الشباب، لأن أغلبهم ما يعرفون شنو القضية الفلسطينية، ما مؤمنين بها. هذا الجيل كلش صار بعيد عن القضية الفلسطينية، لأن إحنا بوقتنا كان دائما يعني شلون يقول لك بالتلفزيون بالمدارس حتى أمهاتنا وآبائنا. وأني أتذكر بالستينات بالسبعينات كانت أكو تبرعات للقضية الفلسطينية، وحتى شوف أني من يعني أبوي الله يرحمه بوقتها كانت الدراهم والفلسان والعشر فلوس والخمس فلوس كانت كلش صغيرة. فبوقتها صار الدعم للقضية الفلسطينية، أبوي الله يرحمه انطاني 5 دنانير وقال لي هاي تبرعي بيها القضية الفلسطينية. هناك قراءة، القراءة مع القضية الفلسطينية والقراءة ضد. فالقراءة مع القضية الفلسطينية هي أنا القضية الفلسطينية رضعناها مع حليب أمهاتنا منذ البدء، ونحن بالابتدائية كانت توزع طوابع لدعم فلسطين وللقضية الفلسطينية. العراقي فلسطين في قلبه،